تفضل أخي الكريم، عرفنا عن حالك. أنا أبو تيم، ناطق باسم أحرار جامعة حلب سابقا، ومدير المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للمساءلة والمحاسبات. أخ أبو تيم، أنت تقلت، حدثنا عن طريقة الاعتقال. كنت راجع من تركيا نازل على البلد، فضلت أني أمشي بطريق دانا سرمدة الترابي، لأن الطريق العام المعروف كان فيها عليه حاجز لداعش، فأنا كنت بدي أتحاشى. تفاجأت بوجود حاجز لداعش كمان، فهوني طلب قال لي أنه أنت أبو تيم؟ قلت له إيه. الحاجز قال لك هذا الكلام؟ سألني أنت أبو تيم؟ قلت له إيه. قال لي انزل أنت وغرابك. طيب أنت على الحاجز شو لاحظت؟ اللي لاحظته أنه كان معهم قوائم أسماء، يعني بشكل شو بتشبه لك اياه، انه مثل القوائم اللي عند النظام او في شيء او هيك شيء. قوائم اسماء مطلوبين. قوائم اسماء مطلوبين لهم. تمام. اعتقلوك من الحاجز؟ اعتقلوني، ركبوني بسياره، اخذوني على المحكمه الشرعيه بالدانا. اول ما دخلوني هلا انت اخذوك على الدانا؟ نعم. من هون بلش اعتقالك بالدانا؟ بلش اعتقالي بالدانا. ايش ظروف الاعتقال في الدانا؟ دخلوني على المحكمة الشرعية، طمشوني، قعدوني على كرسي ولزقات بلاستيك على ايدي هون، ايد من هون وعلى رجلي، وقلبوا الكرسي. هلا اول ما دخلت يعني كانت الريحة جدا مقرفة، يعني شلون بدي اشبه لك اياه، انه مثل داخل على حمام، يعني الناس لا حمام او يعني ما في نظافه بالمكان اطلاقا. قعدوا، بعد ما قعدوني على الكرسي وكبلوني، قعدوا الكرسي على ورا، يعني صارت ظهريته على الارض، وضليت كامل اليوم على هاي الحاله، ما حدا دخل لعندي اطلاقا، ولا حدا سالني او استجوبني ابدا. خلال يومين في الدانا ما حدا استجوبك ابدا؟ اليوم الاول ما حدا استجوبني، يوم الاربعاء. يوم الخميس دخل لعندي واحد لهجته من ابن المنطقه، يعني بدك تقول دارة عزة او الدانا او هيك شيء، بلش مسبات وشتم وهيك قصص، يعني قصص معروفه. قلت له انه بدي اطلع الحمام، ما كان يخليني. بدخلت شخص اسمه ابو يعقوب التونسي، فقلت له انه بدي صلي، بدي اتوضا وصلي، فقال لي انت كافر لا تجوز لك صلاه. فهون انا سكتت، وصار فيني يعني مثل بقيه المعتقلين طبعا من ريحه وهيك قصص، يعني خلال يومين لانه ما في حمام. خلال هاليومين كان في اكل شرب؟ ابدا، ما لا اكل ولا شرب. يوم الاربعاء، يوم الخميس، بلشت اشتباكات كني بينهم وبين الجيش الحر والكتائب يلي عم تشتغل ضدهم لتحرر كانت الدانا. فهون بلشوا انه يطالعوا، يطلعوا، بلش انسحاب من الدانا، ما يعني ما قاوموا كلياتهم، صاروا يسحبوا بعض الاشخاص. الاشخاص المعتقلين طلعوا عدد من المعتقلين وانا كنت من بيناتهم، وكمان صاروا هن يسحبوا يعني حالهم، يسحبوا حالهم على المناطق اللي متمكنين منها. طلعوا بدي اقول لك يعني حوالي 20 شخص، انا كنت من بيناتهم، ركبونا بسيارات وبكابات، طلعونا وطمشونا بقلب السياره حوالي الساعه ساعه ونص، دخلونا على، طبعا او بالبدايه انا ما كنت بعرف وين دخلونا او وين صرنا ابدا. دخلنا جوا، فتحوا عيوننا، جابوا مي صرنا نشرب، ورجعوا طمشونا. هي بالمرحلة الثانية من الاعتقال. نعم. الأشخاص اللي كانوا موجودين معك في الدانا، هلا أنتوا طلعتوا 20 شخص، حوالي 20 شخص، الأشخاص البقية أخبار عنهم؟ ما بعرف، ما كنت بعرف أي شخص، لأني يعني بدي أقول لك إنه أنا كنت بحالي، يعني بدي أعرف شو اللي صار، لأنه بالدانا اثنين يلي مسجانين قالوا إنه هذا استوى حاجته. فدخلت أبو يعقوب التونسي، فقال طلب مني الباس تبع اللابتوب، وطلب مني الباس تبع السكايب والفيس. يعني كنت بعرف حالي اني منتهي، يعني عرفان حالي شو عامل انا معهم،
وكان في ملاسنات بيني وبين بين أنصار داعش يعني على الفيسبوك. على الفيسبوك تماما. أبو تيم، ظروف اعتقالك بالمرحلة الثانية بعد ما نقلوك من الدانة؟ نعم، بعد ما نقلوا من الدانة دخلونا على مكان بعد ما فتحوا على عيوننا وشربونا مي، وطلعت على هذا المكان. كنا بجامع، كنا دخلونا حوالي 20 شخص على جامع، بقينا في هذا اليوم. هذا باليوم الأول. اليوم الأول أنتوا دخلتوا على جامع بعد نقلكم يومين في الدانة. كنتوا يومين بالدانة. يومين بالدانة أنتوا ما كان في حمام وكانت الألبسة نجسة. صحيح. ف ما كان في طهارة عنا على اعتبار انه ما كان. المرحلة الثانية كانت المعتقل هو في جامع. كنا بجامع بألبستكم النجسة. تمام. اليوم الثاني، باليوم الأول ما دخل عليكم محققين أبدا. أبدا. باليوم الثاني دخلوا علينا حوالي 10 أشخاص، صاروا ياخذوا منا عالم، منا نحن المعتقلين. طبعا نحن ما كنا نحكي بعض ولا كنا نفتح تمنا وما نشوف بعض، لأننا كلياتنا كنا مطمشين. دخلوا 10 أشخاص ملتمين، بلشوا صاروا يطالعوا عالم. أنا شفتهم طالعوا ولد يعني عمره حوالي 12 سنة، وطالعوا شخص ولبسوه حزام ناسف، شخص معتقل كان معهم، لبسوه حزام ناسف وطالعوني أنا بعده. أنا طالعوني على بيت جنب الجامع، يعني بعيد حوالي 5 دقايق مشي. قعدوني فيه أول يوم. إجا لعندي شخص كمان مقنع. أنت باليوم الثاني طلعوا الشخص اللي لبسوه حزام. تمام. وأنت طلعت نمت ليلة في المنطقة الثانية. نعم، نمت في بيت قريب من الجامع. الأشخاص البقية اللي موجودين لسه بالجامع ما عندك؟ ما بعرف شيء عنه. تمام. ظروف اعتقالك لما نقلوك من الجامع للبيت؟ لو أخذوني 2 ملسمين كانوا، دخلوني على غرفة من هذا البيت وبلشوا فيني ضرب ومسبات وبالعرض وهيك، ويقولوا لي أنه أنت مع الشيعي وعقاب، تشتغل مع الشيعي وعقاب الصقر، وتشتغل مع المخابرات الأمريكية مشان تشوهوا الإسلام وتشوهوا الدولة الإسلامية في العراق والشام، ويزيدوا ضرب. وكرر علي، صار يقول لي انه قديش بتاخذ راتب. قلت له بالمره الاولى انه ما باخذ شيء. قال لي قديش بتاخذ راتب مع ضرب؟ قلت له 1500 دولار. قال لي مين كان يعطيك اياهم؟ قلت له عقاب صقر. زادوا الضرب وتركوا، يعني ضلوا حوالي شيء نص ساعه ضرب، بعدين هون تركوني وطلعوا من البيت. لو سالتك يعني انت اختيارك كان لعقاب صقر وال1500 دولار، يعني شو كان سبب اختيارك لهالأرقام وهالشخصية هاي؟ هلا أنا كان بس بدي أحكي لحتى خفف عن حالي العذاب والضرب، لأن هن عم بيضربوني وبيقولوا لي إنه أنت بتشتغل مع فلان وفلان، فخلص إنه بدي أحكي اللي بدهم إياه هن، اللي بدهم يوصلوا له يعني. لما كانوا عم يضربوك أنت كنت مقيد و لا يعني بعد ما طالعوني من الجامع هون كانوا فالتيني وأخذوني دخلوني في الغرفة. والعصبة على عينك كانت مفكوكة؟ عدد الأشخاص اللي كانوا عم بضربوك كانوا فيه بس 2 شخصين، بس شخصين ملسمين. نعم. بعد ما قلت له انه انا باخذ 1500 زادوا الضرب يعني حوالي شيء نص ساعة. طبعا. بعدين تركوني بقلب هذا البيت وطلعوا. اجوا لعندي بعد حوالي الساعتين، دخل معهم ورقة واحد منهم قال لي بدك تحكي هيك. شو اللي قال لك يا شو بدك تحكي؟ قال لي انه بدك تحكي انه انت قاعد مع باجتماع مع عقاب صقر ومع لؤي المقداد ومع ضابط بالمخابرات الأمريكية ومع مالك كردي، ضابط العقيد مالك كردي، ومع سليم ادريس ومع جمال معروف ومع عاصفة الشمال ومع العفش، قاعدين بانطاكيا. ضابط الأمريكي عم يوجهنا يعمل غرفة عمليات ضد دولة الإسلام في العراق والشام. غرفة العمليات غرفة إعلامية وغرفة عسكرية. الغرفة الإعلامية بقيادة لؤي المقداد، سلم الضابط الأمريكي 1,300,000. هاي السلسلة اللي كان طلب منك انك نعم. انت تحكيها هاي حكيتها يعني. حكيتها على ايش حكيتها؟ جابوا هلا باليوم الثالث. نعم. جابوا كاميرا فيديو. انت نمت ليلة في هذاك البيت؟ ليلة بهذا البيت. نعم. صوروني فيديو
طبعا انا هون كنت قايل انه بحكي اللي بدك اياه بدون انه ما تضرب. نيتو كان مشباني قتل يعني. انا قلت له هيك كمان بلش فيني وصار ضرب. ثالث يوم كمان دخلوا لعندي، دخل لعندي هذا اللي اسمه ابو يعقوب التونسي، ودخلوا شخصين هدول نفسهم الملتمين، ودخل معهم مصور كمان شكله اجنبي او هيك شيء يعني، انه ما انه من بيئتنا لانه صار يحكي عربية فصحى. دخل وصرت احكي يعني اللي هن طلبوا مني، على اني قاعد مع باجتماع بانطاكيا مع هدول الشخصيات. الضابط الامريكي مسلم لؤي المقداد $1,300,000 مشان نبلش الحرب على داعش. ومحمد دغمش مراسل قناة العربية أعطاني $5,000 إلي و5,000 للشهيد محمد سعيد الله يرحمه، كمان كان مراسل أورينتو العربية معروف، لنبلش الحرب على داعش. أنا أخذ كمان أنه من ضمن هاي القصص أنه أنا اللي كنت مطالع بيان باسم أهالي عزاز نرفض وجود دولة الإسلام في العراق والشام في داخل مدينة عزاز. أنا اللي عامل مداخلات من داخل مدينة عزاز باسمي وباسم محمد الحلبي لأحكي إنه نحن ضد دولة الإسلام وما بدنا وجودها بالمدينة. هي أيام مشاكل أول دخول داعش لمنطقة عزاز. كل هاي الأمور كلها كانت بأمر من المخابرات الأمريكية لتشويه دولة الإسلام في العراق والشام. هذه القصة. أبو تيم، في يوم الأحد أنت طلعت من هذا البيت. نعم. شو هي الطريقة اللي طلعت فيها؟ هلا بعد ما خلصوا تسجيل الفيديو الأول لي، الفيديو الثاني كان المفروض إني أحكي فيه عن جيش الصحوات كما مثل يعني ما سموه لي، بيقصدوا فيه جيش المجاهدين وعن علاقتهم بالأمريكان وبالسعودية، وعلى أساس إني أنا كنت موجود بأحد الاجتماعات لقائد بجيش المجاهدين ذكروا لي أبو بكر على ما أعتقد أو هيك شيء. نعم، هن نوضحوا لك بأنه هدول هن جيش المجاهدين. هلا هن سألوني إنه شو بتعرف عنهم، مين شو بيضم، فقلت لهم إنه أنا بعرف إنه كتائب نور الدين زنكي والفرقة 19 وكتيبة النور، قلت له هذا الحكي. فهون إنه قال لي إنه بدك تقول إنه أنت اجتمعت حضرت اجتماع لشخص اسمه أبو بكر من قادة الجيش المجاهدين ولضابط أمريكي ولشخصية لأمير السعودي سلمان أو سليمان أو هيك شيء ما أذكر، حضرت لهم هذا الاجتماع وهن يلي رتبوا لبدء المعركة العسكرية وقبضوا $1,300,000 لحتى يبلشوا الحرب. هذا من الجزء الثاني للي كانت راح تقوله. تماما. بعدها هلا سمعنا صوت انفجار. دخل واحد من برا قال له ابو يعقوب تعال شوي. هون كانوا في حاله يعني مرتبكين ببعضهم. طلع ابو يعقوب ولحقوا المصور وهدول الشخصين. انا بقيت قاعد على الكرسي لحالي بدون رباط وبدون ما اكون مطمش، شايف الباب انه مفتوح. فهون تاخروا يعني ما حدا اجى لعندي، فحبيت اني اطلع يعني، قلت انه ميت وميت بكافه الاحوال وانا سمعان عم اسمع صوت اشتباكات يعني. طلعت عند الباب ما كان في حدا موجود، فركضت مشيت شغله 20 متر، طلعت على ايدي اليمين فلقيت انه مكتوب مخفر حريتان. هون عرفت حالي اني انا موجود بحريتان، وفي كانت راية العقاب تبعهم مرفوعة على مخفر حريتان. فصرت أرقد بعكس الاتجاه اللي عم يطلع منه أصوات الاشتباكات يعني، دخلت على اليسار دخلت باتجاه الضيعة حوالي 300 متر دقيت على باب، طلع لي شاب قلت له أنا كنت معتقل عن الداعش، قال لي وصلت تفضل، قلت له معلش ما بدي فوت بدي توصل، طالعني برات حريتان، قال لي ثواني وصلت. دخل كني خبر عيلته أو هيك شيء، طالع موتور وقال لي تفضل اطلع، طالعني على الموتور وطالعني برا حيتان يعني مسافة ثلث ساعة على الموتور، نزلني على الدوار. سألته يعني بعد ما نزلني إنه قلت له بس بدي أنا أطلع على تركيا لو خرج توصلني، قال لي شوفت عينك الوضع الصبح كانوا عم يضربونا بالطيران وبدي أرجع تركت عيلتي وطلعت. قال لي أي واحد ممكن إنه يوصلك على الطريق،
فهون بالفعل رجع هو وانا صرت امشي، وقال لي يعني من ضمن الشيء اللي خوفني قال لي انه هي الضيعه فيها جيش، فيها جيش نظامي. فانا ارتبكت شوي، مشيت صرت امشي بالحواري يعني بحاره، مر موتور تاني قلت له انه لو اشرت له قلت له ممكن انه توصلني على طريق اللي بيطلع على تركيا، قام قال لي تكرم. طالعني الشاب على الموتور عمره يعني حوالي 19 20 سنه، طالعني وراه وكان حاطط قبضه على خصره. على الطريق انا صرت اسمع انه عم يعمموا اسمي على الحواجز، داعش دولة الإسلام عم يعمموا اسمي على الحواجز. فهون انا خفت وارتبكت كتير، سألته انه على طريق باب السلام الموجود حواجز لداعش؟ فقال لي اوه كتير، يعني مثل انه باللهجة العامية بتعرف انت. ارتبكت قلت له انه معلش توقف تنزلني هون. قال لي ليش؟ قلت له ماشي بس نزلني انه هون. نزلني هون بعد شيء اقل من 5 دقائق مرت سيارة تاكسي عمومية مكتوب عليها انه باب السلامة. سألته اشرت له سألته انه في حواجز لداعش لباب السلامة؟ قال لي في بس لا تخاف ما بيحكوا. انا كنت مرعوب يعني لانيتهم معممين اسمي وهيك، فما طلعت صرت امشي بعكس الاتجاه اللي بيروح على باب السلامة. مشيت من طريق تاني ضليت امشي ساوي، مر فان مغلق اشرت له قال لي من وين الاخ؟ قلت له انا من ادلب انه مقطوع هون لانيته كانت حالتي حاله. وهو ما سالني، قلت له وين رايح؟ قال لي على معرض مصرين. قلت له انه خرج تاخذني معك؟ قال لي تفضل اطلع. فهون طالعني على معرض، طالعني معه على الطريق، صرنا نحكي وحكيت له قصتي، حكيت له شو اللي صار معي. قال لي انه خلص اليوم بتبات عندي ولا تاكل هم من هالحكي، يعني صار بده يهديني الزلمه. قلت له لا معلش انا ضروري انه ادخل لتركيا اليوم يعني بدي امن على حالي. قال لي خلص لكن لا تاكل هم. اخذني على حارم بعد ما وصلنا لدوار سرمدة، صار يحكي لي انه بدانا هون تحررت ومحاصرين الفور 46. اخذني على حارم لعند محرك، وصى فيني الزلمه قال له انه هذا بامانتك هلا. قال له الزلمه خلص وصلت لا تاكل هم. اخذني على الحدود التركيه ودخلت لجوا تركيا. الحمد لله على سلامتك أخ أبو تيمو، وشكرا كثير لفضلك.